يا اخوانا ده تعبان مش هنعرف ناخد حاجة منه. تعبان بس عنده نقطة ضعف، الستات والفلوس. لو الاتنين اندمجوا في بعض في واحدة ست حلوة قوي وغنية جدا ممكن ترقعه، بس اهم حاجة نعرف عنوانه في اليونان. انا شخصيا معيش فلوس، والراجل ابو نجوان ده زبالة وبيتكلم بالملايين. ايوه بس الكلام ده كان الاول. نجوان دلوقتي في مصر بعد مروان ما نصب عليها، لو قدرتوا تروحوا لها وتقنعوها انكم لو لقيتوا مروان هتنتقموا منه ممكن جدا تساعدكم. طيب عن اذنكم بقى، على فين يا بابي؟ انا ونادر هنروح الشركه نشوف الموظفين والمحامي اللي جايبينه انه رافع قضيه ضدنا ده، نخلص الحكايه دي وبعدين نرجع نشوف موضوع مروان. حد مستني حد؟ استنى انا نشوف مين على الباب. ايوه هوبا، ايه اللي جابكو؟ السلام عليكم. انا جيت. خش يا موسيقى برجلك اليمين، ايه رايك؟ خش خش وامبارحي وامبارحي، يلا دق المزاهر، يلا يا اهل البيت تعالوا جمعوا وفا، والله صدق اللي قالوا عن الحاسود. يلا يما في ايه يما؟ ايه رايك بقى؟ قصر ولا الف ليله وليله. انت يما طيبه وربنا بيكرمنا عشان خاطرك يما. ايه رايك بقى في العفش اللي زي العسل دوت؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. عارفه دي يما؟ ايه دي؟ دي فوتيه سفره. اقول لك حاجه، الطبليه اللي عندنا بس دي التانيه، الطبليه بتاعتنا على الارض ودي عاليه شويه. على العالي شويه؟ اه. يا ولا يعني يا حونتي انا قلبي هيقف يا ولا، والله يا قلبي هيقف هيقف من الخضه يا ولا على حاله. يا خرابي بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. كلنا ليه يا ولا؟ كلنا ليه يا ولا؟ منا بينا كلنا ليه يا ولا؟ يعني ايه ده ولا؟ ده فوتين. فوتين يعني كنبه بالافرنجي. ده بيتقعد عليه؟ ايوه. اما اقعدي يما، كل العفش ده بتاعك، اقعدي يا حبيبه قلبي. اقعد؟ ايوه اقعدي كده يما. خش خش خش. لا يا اخويا اقعد ايه، هدومي وسخه هتوسخوا يا ولا. يا يما بقول لك ايه، يما ايه اللي بتقولي ده يما؟ اما بقول لك ايه يما، انا رايح المحل، هتيجي معايا؟ لا محل ايه وزفت ايه، انا هقعد هنا هوت عشان اتفرج على القصر ده هوت براحه راحتي كده هوت. خلي بالك من نفسك يلا. ماشي يا حبيبي الف سلام. هو تلعبي في حاجه؟ لا ما تخافش، هتيجي تلاقيني بحطه ايدك حبيب قلبي. ربنا يكرمك دنيا واخره يا حبيبي، فرحت قلبي والله يا واد يسوع.
ظبط البت واخليها دريم بارك عشان انت تيجي تقف في سكتنا يا هيما. في ايه يا طعوم؟ لوك 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 كتير في موضوع نوال ده ليه؟ الحته بتاعتي يا عم، الحته بتاعتي وعايز ارجع لها. في ايه؟ وانا استاذنتك، ومع ذلك سيبك من لوك لوك فعلا، انا هسيبها لك عشان سبب واحد. نوال لنا ولا انت هنطول منها حاجه؟ عزوز هياكل التورته كلها يا شيخ. شو ايه ده؟ مين ده؟ مين؟ انا كبداك. كبداك يا طعوم بجد؟ وبص شوف كبداك هيعمل ايه. فرجنا يا سيدي. يلا يلا بدعي لك. وحشتيني يا سندوستي يا روح قلبي. كلي بالهنا والشفا. انت كمان كنت وحشاني قوي قوي، وسبتيني مع البت دي كانت مجوعاني. يو انا حبيبتي هجيب لك كل اللي انت عايزاه. ها انت كمان وحشتيني الصراحه. انت كمان بجد؟ بس لازم يعني تقعدي في اخر الدنيا تمرمطي امي معاكي؟ انت ما جيش من ورا كده حق ابدا. انت ما فيش فايده فيكي. بس كيف يا كوريا انت عرفتي الالوان اتنين؟ جو اللي بعتتهولي عشان تشوف اختك اللي مغلباني. مش قادره تحط لقمه في بقها، كانت هتموت مني. قلت اجيبها لها يمكن تلحق تاكلها، واخدها واجري بسرعه قبل ما المحروقه ترجع صاحبه المكان ده. بقول لك يا اخي، فاكر الراجل اللي كان مراقبني في الحرق؟ ايوه. فضل راقبني، اروح منه شمالي جورا، اروح منه يميني جورا. بس ياك يا كوريا يكون ماشي وراك لحد هناك. عيب عليك يا اخي، يمشي ورا مين؟ انا اخر ما زهقت منه صوت، لميت عليه امه لا اله الا الله، سبتهم بيضربوا فيه ونطيت في تاكسي وجيت. يا برافو عليك يا كوريا. عيب يا خال، يعني احنا حلو الاكل دلوقتي. ها انا قلت برضك ما حدش عارف ياكلها غير. يو شوف الوليه، شوف قلبت عليا في ثانيه ازاي. بقول لك يا اختي، فين الكبانيه؟ محصوره. ايه محصوره؟ فين الكبانيه؟ التواليت. بصي امشي على طول على طول على طول، تدخلي اول يمين هتلاقي باب في وشك، ده باب التواليت. ماشي. دينا تعالي. بقول لك ايه؟ ايه رايك تشغلي كوريا عندك في البيوتي سنتر؟ دي ده انا عمال النظافه اللي بيشتغلوا عندي انضف من الكائن ده. حيلك يا ست انتي، ايه اللي بتقوليه ده؟ ايه عمال نظافه وابصريه؟ كوريا بنت اختي دي اجمل واشجع كفيره ببطن البقره. العمال نظافه صحيات والدك تشوف لها شغله عندك. البت تعبانه ومش لاقيه لقمه تاكل. اسمعيني يا دينا، كوريا فعلا كفيره شاطره، جربيها مش هتندمي. نو واي يا هايدي، ازاي بطريقتها واسلوبها البشعه ده تشتغل عندي انا؟ انتي بتهزري. انتي ما تشيليش هم طريقتها واسلوبها، انا هظبطها. ظبطي ايه؟ ايه ده؟ انتي هتلبسيها هدومك الجديده؟ اديني ساعه واحده وانا هبهرك، هتشوفي كوريا تانية خالص. نجمه مصر منوره ملعبك يا فنانه يا كبيره يا عظيمه. مصالحة بسيطة بس كده عشان القمر يرضى علينا. أنا رجعت بس عشان سوكا كلمني وقال لي إن الشغل واقف من غيري، بس والختمة الشريفة، أنا لولا سوكا وغلاوته عندي لا كنت رجعت ولا شفت وشي تاني. الله الله الله، وأنا إيه وسوكا إيه؟ ما إحنا إخوات يا ناني. الله يخليك يا إدارة، بقول لك إيه؟ أقول لك كلمتين تحطهم في ودنك. ناني ملهاش في الشمال وليوتر ملهاش إلا في جو. جو ماشي يابا ولا مش ماشي؟ ماشي يا عسل، ماشي يا جميل، بس عليا النعمه من نعمه ربي. انا طلعت الشقه عند ناني عشان مصلحتها. بص بص ما صدقنا ان هي ايه كنت جايب لها فرح يا راجل؟ ما صدقنا ان كنت نسيبها. سنن ايه ايه هو اللي ايه قدامي سكه سفر طويله وهغيب عن مصر كتير. طب اخوي سافر بالسلام. الله يسلمك. مش هنطلع بقى الشقه ونعمل الوداع الاخير؟ ها شقة ايه يا حبيبي وزفت ايه؟ انت فاكرني ايه؟ الفردة اللي استبن ولا الحرمة الملكي بتاعتك وقت ما يهفك الشوق يا حبيبي؟ فوق يا كبداكي، نوال بتاع الزمان دي ماتت واتدفنت في بطن البقرة يا حبيبي. انا هنا ستك نوال اللي ما تقدرش ترفع عينك فيها، فهمت؟ في ايه؟ في ايه يا ابراهيم؟ مفيش حاجة. شيلوه من قدامي. شيلوا مين؟ مين ده؟ تعود. لا تعود ايه؟ استنى بس. نفس تعود شيل عضلاتي يا إدارة. ده اتهطلت. انا حذرتك يا هيما. ولا استنى بس ده اتهطل. اللي عملت لي فيها لورنس اسود. انت اتهطلت يا دكتور ايه؟ طلع اتأخرت مع الست هايدي جوا. طب اقول لك حاجة على كوريا دي. كوريا دي يا ست هانم يدها تتلف في حرير،
بتشتغل شغلانه زين، الست بتقوم من تحت ايديها حاجه تانيه خالص. يبقوا شبه الرجاله يا اخويا. والله انا هجربها يا عم شكري، بس الاول نشوف هايدي ممكن تطلع ايه من المأساة اللي جوه دي. ها جاهزين؟ غمضوا عينيكم يلا يا كوريا. تعال اخرب بيتك يا جول، همشي بدراعتي مالت كده اهو. ايه دي ايه دي؟ لا 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 لا، ايه ده؟ انا مش مصدقه عملتيها ازاي دي يا هايدي؟ لا ده لو كده تيجي تشتغلي معايا. ماما تخلصينا يا اختي انت وهي، عايزه اخش اغير الهدوم اللي انا لابساها دي، حاسه انها مقمطاني كده مش مرتاح. ها ايه رايك؟ هو اكيد شكلها احسن كتير يا هايدي، بس اسلوبها لا وشغلها ما شفتوش. اسلوبي؟ ماله اسلوبي يا اختي؟ بقول لك ايه؟ فين الكيسه اللي فيها الهدوم بتاعتي؟ انا قلت لك يا جولي من الاول انا ما ينفعش اشتغل عند حد، هتقعد تتني وتفرد عليا. بقول لك ايه؟ انا خلاص مش هينفعني الكلام ده، انا هخش اغير البطوز اللي انا لابسها ده، انا ماليش في الهبل ده. تعالي 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 يا كوريا، مش هتغيري ولا حاجه. كانت غادي قاعده عندها دي كوريا بنت اخت شكري، شكلها نضف قوي البنت دي، يجي منها جدا. انا ماليش في الهبل ده اصلا. ده ايه ده ان شاء الله؟ وانا بقول شقتي مكتومه ليه وما فيهاش هوا؟ شقتك؟ شقتك يا ام الشقه الله يرحمه، كان كل شقه في كعب رجله قد شقه تعبان، شبعه بعد جوع صحيح. شفتي؟ اهو ده اللي كنت عامله حساب. مين اخدتي من هنا يلا؟ بس يا بنت انت وهي. عيب عيب، احترم الهدوم اللي انت لابساها. بقى كده يا ست هايدي جايبه لي الناس العره دول يطولوا لسانهم عليا في شقتي. عره؟ مش بقول لك يا بنت الله يرحمه. وبعدين تعالي هنا، شقتك اللي عماله تتعوج علينا بيها دي يا اختي جايباها من لحمك اللي بتعرينا الرجال. ايه بخت شيء مش كده، احنا في بيتها برضه. خلاص بقى يا نوال، في ايه؟ مش انت قلتي لي استضيفي اللي انت عايزاه؟ قلت لك يا اختي هاتي الناس النظيفه اللي شبهك، مش جايبه لي زبالتك. ويا اختي لحم اللي انا بعريه ده ما حلتكيش زيه، ولا ناسيه كبدك خطيبك حبيب القلب اللي كان بيجري ورايا وحيموت عليا؟ لا حلتها وانت الصادقه، ده كان مش همشي وراك عشان انت رخيصه، ما تيجي اتطلعتي واترميتي اهو، كان عبارك ولا جالك؟ يا حبيبتي ما هما الرجاله كده، ليها نسوان نظيفه للجواز ونسوان كسر الفراخ العين. انا كسر يا بنت؟ يا اللي مش عارفينك بنت من واد، يا بنت يا وزع، يلا يا بنت اخرجي بره بيت. مالك يا ستلتي؟ انت جاي سكرانه ولا ايه؟ على فكره انت كده بتغلطي فيا عشان دول ضيوفي. ضيوفك؟ ضيوف ايه يا اختي؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ ده انا مزاوياك يا حبيبتي، ده بدل ما تبوسي رجلي صبح وليل جايبه لي سبالتك وجايه. يلا بينا يا كوريا، انا هنزل معاكي. ست نوال معلش، هو في سوء تفاهم. يوه انت ما ينفعش تنزلي يا جماعه، المشاكل تتحل بطريقه اهدى من كده. وبعدين مفيش حاجة اسمها نزولي هايدي، احنا مش بنهرج. خليك انت يا جولي، انا هنزل انا وربنا يصبرك على الهم ده لحد ما تخلصي مني. هبقى ابعتلك الهدمة دي مع خالي شكري. استني انا هنزل معاكي، يعني هنزل معاكي. عايزة تنزلي يا حلوة انزلي بشوقك، بس كده بقى يبقى انت اشتريتي عداوتي، وربنا يكفيكي بقى شر عداوة الرقصات. على فكرة يا دينا، كانت اكبر غلطة ان احنا جينا هنا وجبنا هايدي معانا، المكان في منتهى الخطورة عليها. ليه بس يا نادر؟ هو اصلا مفيش حل تاني، والبنات مشوا من هنا من اكتر من ساعه ومفيش حد زي ما انت شايف. وبعدين كنت عايز ناخد هايدي ونروح بيها فين في وقت زي ده؟ بعدين مش انت قلت لي ان خلاص المراقبه اتشالت؟ في ايه يا نادر؟ ايوه المراقبه اتشالت، بس ما ينفعش ننسى انك مطلوبه. خلاص يا نادر احنا بقينا هنا، المهم هنشوف هايدي هتروح فين. ده بقى البيوتي سنتر بتاع دينا اللي انت هتشتغلي فيه، ايه رايك فيه؟ حلو مش كده؟ مش فورتيكا يعني؟ وقلعيها ولبسيها على ايه؟ ده المحل بتاعي في روح عنه، على الاقل ريحه خفيف كده. بس بقول لك ايه؟ هو مع حق برضك، انت ما كانش المفروض تسيبي شقه الرقاصه. يا بنت هتضيعي روحك عشاني؟ ماله؟ انت ياما عملت كده علشاني. وانت ايه ده؟ وانا اي حاجه اعملها تنقشيها ولا ايه؟ انت هتجيبي روحك ليا؟ هو انت مش هتبطلي؟ طب خلاص هبطل. بقول لكم ايه؟ ريحوا دماغكم، انتوا من اول كده لا بتعرفوا تحلوا ولا تربطوا. انا خلي شكر راح ودي سندس عنده، ودلوقتي هجيب سوكا ويجي، هنقعد احنا مع بعضينا نمخمخ لكم كده في مكنه حلوه تبقى نظيفه ومش متداسه ونداري فيها البت جولي. ريحوا انتوا قلبكم بس. يعني ايه مكنه؟ يعني مكان مكان. برافو عليك يا كوري، هو ده الكلام.
ايه اللي برافو عليكي دي وانا في الروضة؟ وبعدين ثم تعالى هنا، احنا من ساعة ما قعدنا وانت راقبني كده، ايه؟ هتاخدنا 4 في 6 ولا تعمل لي بطاقة؟ وبعدين بقول لك ايه؟ انت تبع مين في القعدة الحلوة دي بقى بالصلاة على النبي؟ ايه بقى؟ ده الدكتور نادر المحامي بتاعي. دكتور على نفسه يا اختي، انا ما بحبش الرجالة تقعد تفصص في الحريم كده وهي قاعدة، ايه؟ هياخدني كاتش فين؟ البنت دي هي اللي ممكن توقع مروان. مين دي؟ كوريا؟ ايوه كوريا. المهم خلينا نفكر في المكان اللي هتروحي فيه الاول، وبعد كده هشرح لكم كل حاجه. انتوا ان شاء الله طول البعض. بقول لكم ايه، انا اخرع فيلتكم السودا دي. ما تهدي بقى يا كوريا، خلينا نفهم فيه ايه. يا انسه كوريا، نادر لا يمكن يضرك، اوكي؟ لا انسه ده اهدي بس يا كوريا. انت قصدك ايه يا نادر؟ احنا مش قلنا ان مروان نقطه ضعف والفلوس والستات؟ كوريا اتغيرت 180 درجه في ساعتين زمن بس. مين عارف لو نظفناها اكتر من كده شويه واخدنا معاها شويه وقت ممكن تكون النتيجه ايه؟ تنظف مين يابا؟ يا اختي مين ده؟ بقول لك ايه؟ يا كوريا سلام عليكم. يا كوريا دكتور نادر ما يقصدش. لا انسه كوريا دكتور نادر، احنا لسه هنتكلم عن الشغل. في ايه؟ ده ايه العالم دي؟ ده بيقول لك تنظفها، هو ليه؟ انا كنت معفنه؟ انت عالي بس يا كوريا. دكتور نادر ما يقصدش. استهدي كوريا ده، يا شيطان يا شيطان. استهدينا. ها اقعد يا كوريا. اقعدي اهدي. ما يقصدش، ما يقصدش في ايه؟ طب بيقول لك ننضفها ليه وانا معفنه؟ المهم انا وسوكا واحنا جايين في الطريق عرفت ان خد شقه جديده في شارع الهرم جنب الكباريه عدل بالظبط. يا ريت بس ست الكل هايدي يا ريت تشرفينا وتقعدي يومين كده عند امي، واذا كان عليا انا ممكن اقعد في اي بنسيون يعني. يعني معقول يا سوكا هتسيب شقتك علشاني؟ انا بصراحه ماليش في الشقه اللي فيها السيراميك ديت، يعني بيجي لي منها كرشه نفس يعني. وبعدين انت اختي الكبيره وبصراحه انت تعبت كتير قوي قوي. اقول لك حاجه بس، يا رب تستحمل امي. لا نهار اسود، بلاش امك يا سوكا. لا امك لسانها بيدلدق بالكلام على طول زي الزير المخروم بالظبط. ونوال لو عرفت جول فين هتسلمها محاره وحلو. نوال من الاساس ما تعرفش ان احنا سيبنا الحاره، واذا كان على امي ب 200 جنيه ممكن تقعد في الشقه ما تخرجش لمده شهرين. بس ست الكل تقول امين. كتر خيرك يا سوكا، احنا مش عارفين نودي جمايلك فين. انا اللي مش عارف اقول لك يا استاذ، بس بلاش كتر خيرك ديت يعني، ده اقل واجب نعمله يعني. كده تمام يا جماعه، خلصنا موضوعك يا هايدي. نتكلم بقى على موضوع كوريا. يا باشا البت اللي اسمها كوريا المسترجله دي شافتني قاطرها فافتكرتني بعكسها، لمت عليا وام تلاقي لها الا الله وطحنوني. عشان متخلف تستاهل يا كحول. اللي بتراقبه ما ينفعش اعرف انك بتراقبه، انت ليه كنت لازق لها فشافتك؟ النعمه ابدا يا باشا. قور وانا هتصرف من غير مراقبه ولا زفت. توجيهات سعادتك اوامر يا باشا. علاء فينك؟ عاوزك. ما ينفعش قبل كده؟ تمام سلام. لا 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 تعالوا هنا بقى. ايه اللي اسمك جمالات؟ لا يا اختي ده انت طلعتي ميه من تحت تبن. انت جمالات؟ لا ده انت خباسات لقامات. بتستغفليني يا بت؟ لا خالص يا طنط موسوكا، بس انا ما كانش ينفع اتكلم يعني عشان الظرف اللي حضرتك عرفتيه، وما كنتش عايزه احرج كوريا. تحرجي كوريا؟ لا هي كوريا دي بتتحرج ولا بتتكسف من اساسه؟ دي ما عندهاش دم. وبعدين هي فين كوريا يا اختي؟ ما هي خلعت يا اختي وسابتك. لا بالعكس، كوريا طول الوقت واقفه معايا، والنهارده برضو كانت معايا ولسه مروحه الحاره. برضو ده ما يمنعش عنك الغلط، انت كان لازم تاخديني من ايدي كده اهوت وتقعدي تكلميني في ودني وتقولي لي الحكايه كيت وكيت يا ام سوكا. الله انت فاكراني ان انا ممكن افشي اسرار؟ ده انا بير بير، السر يخش فيه ما يطلعش ولا يبان له اصحاب ابدا. خلاص بقى يا ام سوكا اخلصنا. اما كلمه ابرك من تاكسي السهره اللي انت عاملاه ده. ستانة ما تقعد معانا لغايه ما ربنا يساي والحقيقه تبان، ماشي ولا مش ماشي يما؟ لا خلاص، لو انا هضايق طنط ام سوكا انا هنزل من هنا دلوقتي حالا وهروح ادور على اي حته تانيه اقعد فيها. لا لا احنا ولاد اصول بردك، هنشيلك فوق دماغنا وجوه عنينا، بس بردك لازم افهمها غلطها عشان ما تستجرأش بعد كده تستغفل ام سوكا. يا ست ما فيش حد يقدر يستغفلك، ما تخافيش امال، بس المهم انت ما تجيبيش السيره لقيتها مقلوب ان الست هانم موجوده معانا هنا بدل ما كلنا الدهن نروح في داهيه. اما
يا رب تتصي في نظرك يجي لك حب الشباب. احلفي على المصحف ده انك ما هتجيبي سيره لحد ان الست الكل قاعده عندنا. جرى ايه يا ولد؟ انت هتخوني زيهم؟ هو انا بتكلم ولا بفتح بقي؟ إيه؟ ده انا مسميني حتى العده الساكته. بقول لك يا عسل، احلفي على المصحف وهديكي 100 جنيه. يا سلام يا اخويا، عايز تحملني ذنب الحلفان عشان 100 جنيه؟ وانا من ناحيتي 100 جنيه كمان. والمصحف 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 ده هو ما هجيب سيره ان الست جمالات قاعده عندنا في قلب البيت. ايوه و و و و و و و وبس. اقول لك حاجه يا امه؟ لا. اشتريت الست كل 200 جنيه، عارفه لو جالك 250 جنيه هتبلغ علينا كلنا، امي وانا عارفك. يا جماعه، الحل الوحيد علشان ننقذ هايدي قبل ما يتحكم عليها في القضيه هو ان احنا نرجع الفلوس للبنك. وبما ان هايدي اتقبض عليها وما سلمتش نفسها فالفتره دي هتبقى قصيره جدا. ايوه الموضوع بسيط قوي، انا اجيب رقم مروان واكلمه واقول له ايوه يا ميرو. يا حبيبي ابعت لنا الفلوس بقى يا ميرو اللي انت سرقتها يا بابا. يلا باي باي، لا اله الا الله. شفت بقى، انا هنا لو استظرفت تاني هقوم الزك. يا جماعه مروان ده مش اذكى مننا، ده انسان رخيص واستغل ثقتنا فيه، وان احنا ما عندناش اي فكره ان هو انسان نصاب. فاحنا ممكن نلعب عليه نفس النمره، نبعت له بنت شكلها لطيف جميله غنيه هيجري وراها، تلعب عليه نمره ونكون مذاكرينها كويس لحد ما تقدر تاخد منه الفلوس. يا دكتور، يعني سؤال لا مؤاخذه بس علشان افهم يعني الحدوته بالظبط، ده سعادتك جايبني هنا عشان افهم يعني ان الست اللي عايزين تجملوها وتبعتوها دي تبقى كوريا بنت اختي، صح؟ صح يا عم شكري. بص يا عم شكري جميل، دلوقتي احنا محتاجين بنت نثق فيها 100%، بحيث انها ما تبلغش عن هايدي، ما تبعناش لمروان، ولو تملكت الفلوس ما تطمعش فيها، والوحيده اللي ينطبق عليها كل الشروط دي كوريا بنت اختك عم شكري، بدليل لما علاء الضابط قبض عليها البنت ما فتحتش بقها ولا كلمه عن مكان هايدي، مع انها كانت ممكن تتحبس. يا عم شكري ماشي يا شكري، ما تزعلش مني، بنت كوريا دي بلدي وبيئه ومقروضه ولطش على ذكر، يعني لو فتحت بقها قدام مروان هيقعد 7 أيام في المستشفى الامراض العقليه. ليه بتقول كده؟ ده كوريا بنت اختي زي القمر، وهي صغيره كانت قمر صورتها معايا، بس انا مش عارف لما كبرت بلشفت نفسها ليه كده. هي حلوه فعلا يا عم شكري، بدليل لما هايدي اشتغلت عليها شويه كده بشويه حاجات بسيطه شكلها اتغير 180 درجه، بعدين بشويه دروس من هايدي ازاي تتعامل على اساس انها جايه من الطبقه اللي احنا عايزينها هتبقى مناسبه جدا. وما تنسوش كوريا لبط ومخربشه، يعني هتعرف ازاي تتعامل مع واحد زي مروان لبط ومخربش وجاي من الوراق. انت بتقول ايه؟ كوريا دي مستحيل تنضف ولا حتى تتعلم اي حاجه، احنا كده بنضيع وقتنا وهنلاقي هايدي محكوم عليها في الاخر. طارق ممكن مالكش دعوه، ده شغلي انا وانا اللي هتصرف فيه، انا ما بقولش انها هتسافر، انا بقول نعمل محاوله مش هنخسر منها اي حاجه. المهم دلوقتي انا عايز هايدي تقعد مع كوريا لمده شهر متصل، تشتغل عليها من جوه ومن بره لحد ما تجهزها تماما، وفي نفس الوقت عايز عنوان مروان في اليونان من نجوان وابوها. انا هاخد طارق وشكري ونروح عند ابو نجوان الراجل الزباله ده، ناخد منه الوصل خصوصا بعد ما مروان ضحك على بنته. يا بس في مشكله هنا دلوقتي، انا ما افتكرش ان كوريا هتوافق على حكايه التغيير دي، ولو وافقت مش هتوافق انها تقعد مع موسوكا، ولو وافقت انها تقعد مع موسوكا مش هتوافق انها تهمل سندس لوحديها، ولو وافقت ان السندس تقعد مع موسوكا يبقى خلاص الدنيا ولعت طالما الاثنين قاعدين مع بعضيهم. الثلاثة دول يا حبيبي تابعك بقى، شوف بقى هتحل مشاكلك معهم ازاي. ما يقدر على القدرة اللي ربنا، بس في مشكلة تانية. هو انت يا عم شكري بتحب المشاكل؟ بتمشي ورا المشاكل اللي قاعد بتسعى فيها؟ ها عندك ايه مشاكل تانية يا سي شكري؟ كوريا عندها سابقة قديمة ومعهاش بظبط تسافر بيه، كيف هتسافر يعني؟ ما تقلقش يا عم شكري، ورق كوريا انا هظبطه وهطلع لها باسبور وهجيب لها فيزا كمان. الموضوع ده هياخد حوالي شهر تقريبا، في الشهر ده هايدي هتشتغل على كوريا من بره ومن جوه وهتظبطها 100%، ولو النتيجه طلعت كويسه يبقى كوريا جاهزه للسفر. عم شكري كبداكي كبداكي. يا معلم صباح الفل. صباح الفل ده ايه؟ ده احنا بقينا العصر، يكش تكون لسه صاحي. انت هتصاحبني ولا ايه؟ ما تصطبح على الصبح. ايوه يا عم، ما انت خلصت مصلحتك وهبرت ال 5000 جنيه. الا قول لي الحاج عرفة فاضل له قد ايه على ما يخلص العمارة؟ لا اوعى تزن عليه، لا يرمي لك الفلوس في وشك.
التفاوت كده شهر ولا اتنين وبعدي عليه، لقيت العمارة خلصت بكلمه، غير كده ما تزنش. كداكي الحوار اللي بينا ده مقاطيع حتة ما يعرفوش، انت عارف عينيهم تتدب فيها رصاصة. متقلقش يا معلم، سرك في زير. على فكرة أنا روحت للمأذون وطلقت الست نواد رسمي. بجد والله؟ اه، وهبعت لها ورقتها على الكباليه. لا حول الله يا رب. ده انا جامد قوي، ما يغركش المنظر. اه ما انا عارف. اه، وبعدين هي تشتغل في الكباليه، تشتغل في استغفر الله العظيم، انا ما يعنينيش حاجه. انت جدع يا معلم، وربنا انت جدع، عشان كده انت ربنا هيكرمك، انت لما الفلوس تجري في ايدك البت دي هتجيلك زحفه على هتجيلك، والله هتجيلك. السلام عليكم. راحه فين يا ست؟ معاد جلسه غسيل الكلى. ومعاد غسلة موتك إن شاء الله إمتى؟ ما ربنا يأذن يا أبو نجواي. طب لحد ما يأذن بقى إن شاء الله. البنت الكبيرة دي تقعديها من المدرسة، أنا شفت لها شغلانة في شقة واحد بيه كبير، الست مراته عايزاها تقعد معاها طول الأسبوع، تجيلك يوم الجمعة تحميها وتغسليها وترجعها لهم يوم السبت. حضن المدرسة إيه اللي البنت الصغيرة دي هتقعد؟ حرام عليك، سيب البنت في حالها. شغل ايه ده اللي البنت دي هتشتغله في البيوت؟ حرمت عليك يا عشك، مش احسن ما تقطع زوجتها الكبيره؟ علمتها وكبرتها وصرفت عليها كل ما املك، وفي الاخر طفشت وعايشه مع واد زباله في الحرام، ومستخسره تبعت لنا اي حاجه. ابوس ايدك، ابوس ايدك يا شيخ. النبي سيب البيت وانا هرجع المستشفى تاني، وخلوهم يشغلوني واجيب لك كل الفلوس اللي انت عايزها، بس سيب البنت في حالها. ماشي، اتصرفت وجبت لها قرشين اهي قاعده في المدرسه، ما تصرفتيش ورحمه امك الغاليه في نومتها ما هتعتب بابها تاني. والله العظيم هجيب لك كل الفلوس اللي انت عايزها، بس سيب البنت في حالها، الهي يسترك. ماشي حكيم، انا مش مضيعني معاكم الا قلب الرهايف ده. يا خال يا خال، انا لا ليا في سفر ولا زواق ولا بابي ولا مامي ولا انفع في الشغلانه دي من اساسه، ثم مسوكه مين دي اللي اروح اقعد عندها، وخالتي اللي نايمه جوه ده اعمل فيها ايه؟ كفايه بقى، كفايه العرق الصعيد اللي معشش في نافوخك ده، انت هتاخدي خالتك سندس وتروحي تقعد عند الست مسوكه. مالها الست مسوكه؟ دي طيبه، بتطلع على فوق كده وتنزل على الفاضي، قلبها كيف حزمه الفجل الورور. ورور؟ ايه ورور؟ ما تحاوليش يا حبيبتي، ما تفهميش، انا شخصيا ما بفهمش، بيقول لي سيبك منه. بص يا كوريا بنتي، احنا جايين لك النهارده مخصوص انا والدكتور نادر عشان يعني نعتذر لك عن سوء التفاهم اللي حصل بينك وبينه. وبعدين احنا كلنا عارفين انك بنت جدعه واحنا تحت امرك ونساعدك في اي حاجه. دكتور نادر عامل لك مفاجاه صمبربريز تجنن. بالله عليك يا دكتور، بالله عليك تحكي لنا ايه الحكايه اللي حصلت؟ انت حكيتها لي من شويه. بصراحه كوريا، لما عم شكري قال لي انك عندك سابقه انا قلقت، وقلت لازم اسال عشان اعرف ايه اللي حصل بالظبط. لقيتك واخده سنه بتهمه التعدي على مديره مصنع المراتب اللي كنت بتشتغلي فيه، الست اللي اسمها ليلى المرزوقي، صح؟ الله احرقها مطرح ما هي قاعده، دي ولاد بنت حرام، ده لو اشوفها بس اخنقها بايديا دول. اللي ما تعرفوش يا كوريا ان المصنع اللي انت كنت بتشتغلي فيه ده بتاع مروان، وليلى دي مجرد موظفة بتشتغل عنده، وهو اللي خلاها تحبسك من غير ما يعرفك ولا تعرفيه. يبقى طارق مع مين يا كوريا؟ مع ليلى ولا مع مروان؟ ايه؟ تيجي ازاي دي؟ يعني الجدع الواطي اللي اسمه مروان بتاع جولي ده هو اللي سجلني انا كمان؟ وهو صاحب المصنع اللي كنت بشتغل فيه؟ دي تيجي ازاي ان شاء الله؟ ما تفهم؟ هقول لك انا تيجي ازاي؟ هقول لك. لما انت رفضتي تقفي مع عمك في الكوافير، انا رحت للاستاذ مروان ده عشان تسمعه يشوف لك شغلانه، شغالك في المصنع، وبعدين لما حصل مشكله مع الست ليلى وحصل لك حكم، انا رحت عشان تسمعه، قال لي بقول لك ايه؟ انا قطعت علاقتي مع الناس دي. يا ابن الحرام. ماشي. ده انا كده طري بقى طريق. لكن ماشي. بس برضك الولايه اللي اسمها ليلى دي انا مش هيهدى لي بال الا لما اشوف فيها يوم. يا حبيبتي ما هو انت لازم تمشي من البيت ده، البيت ابتدى يقع. اتفضلي انت كده وكده هتمشي، تروح عند مسوكه تبقى براحتك هناك، انت وهايدي هتدفعوا الايجار مع بعض، بصراحه الايجار هيتوزع بينكم كل واحد بفلوس. فلوس ايه؟ ولا ياكل عشان ادفع مفروش. خلاص يا بنتي معلش، محل الكوافير بتاعك ده المده اللي هيتقفل فيها انا هدفع لك الايجار. ما هي قفلته يا باشا،
وكانت رايحة تشتغل في محل الست ديني، مش كده؟ أيوه. أنا هدفع لك المرتب اللي كانت هتديهولك دينا، خلاص. بس يوم بنتي تطلع براءة عندي ليك هدية عظيمة أوي. يا عم الحاج، يا عم الحاج، أنا قصتي مش قصة فلوس صدقني. أنا دلوقتي بقيت ذات نفسي اللي عايز أجيب مروان ده وأديله بالشبشب على دماغه، ومش عايزة حاجة. بس كل الحكاية أنا ما بقتش عارفة أتصرف إزاي، مش عارفة أتصرف إزاي في البيت، هقول للناس، هتصرف إزاي في خالتي. وبعدين صدقني إن أنا مش شبه الحوار بتاعكو ده ولا هو شبهي، هعك الدنيا. يا كوريا بنت افهمي بقى، الست مسوكة هملت البيت عشان البيت هيقع على دماغها. انت بقى تاخدي خالتك وتتوكل على الله من هنا، وانا هقول لكل الخلق هنا انك انت خدتي خالتك ورحت البلد تقعدي لك كام يوم، وما تخافيش وانت مسافره انا هراعي سندس دي. ممكن اقول لك رايي؟ خدي اجازه من كوريا، خدي اجازه من الحاره، من حياتك كلها لمده شهر واحد بس كانك بتصيفي، وبعدها لما تبصي في المرايه وتتكلمي قدامها صدقيني يا كوريا مش هتعرفي نفسك. شوف، مش انتوا تلات رجاله بالشامه؟ لكن زنانين زن الحريم على رجالتها. اما مروان ده بقى فوقعت امه معايا سودا.